مرحبا بكم مشاهدينا في توقعات احوال الطقس ليوم غدا الجمعه. كتوقع مديرة الأرصاد الجوية الوطنية تشكل سحب منخفضة كثيفة بالقرب من السواحل الشمالية والواجهة المتوسطية، مع احتمال نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة خلال الصباح، ولتظهر خلال الظهيرة سحب غير مستقرة مرفوخة بزخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية والريف، من الممكن أن تمتد نحو السيس وهضاب الفوسفات والماس، ولتلاحظ أيضا تمركز سحب منخفضة فوق سواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى خلال الليل، قد تكون مصحوبة بكتل ضبابية. الآن خليكم مع درجات الحرارة: 25 درجة مدينة طنجة، 20 درجة بوجدة، 21 درجة بالرباط، 23 درجة بفاس، 20 درجة بالدار البيضاء، 22 درجة بمكناس، 23 درجة بمراكش، 22 درجة بأكادير، 22 درجة بالعيون، و 23 درجة مدينة الداخلة. الآن خليكم مع توقعات حول الطقس لهذا الأسبوع. بغيتي تعرف اشنو واقع في البلاد؟ اخبار حصريه وريبورتاجات من قلب الحدث بان سامبل كليك. غادي تدخل اندرويد او ليو اس من التليفون ديالك، غتمشي لاباغ دو ريشيرش وتكتب شوف تي في، وهو التطبيق ديالنا بين يديك. اي هو هذاك اول تلفازه الكترونيه بالمغرب طورت التطبيق ديالها ليكم نتوما مشاهدينا، باش توصلوا بسهوله المعلومه وفي اي لحظه بغيتوها. اخبار، حوارات، ريبورتاجات وبرامج جديره اكيد بالمتابعه غادي تلقاوها في الابليكاسيون ديال شوف تي في، ومع الابليكاسيون ديالنا الاخبار كامله بين يديك.